معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء، وبنتكلم عن عمل الخير مش بمفهوم الاستهلاك، انك تعمل كفالة او تقدم وجبة لفقير او محتاج. الحقيقة مفهوم الخير مع مؤسسة سقيا الماء مفهوم تنموي، مشروعات كبيرة عملاقة بتخدم الاف البشر، محطات مية، حفر ابار، مجهود ضخم محتاج كل التكاتف مننا. وبرحب بضيفي استاذ عزة الطاهر المدير الاداري لمؤسسة سقيا الماء، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ. وزي ما دايما بقول انه ربنا يكرمكم جد على المجهودات اللي انتوا عاملينها في المشروعات اللي احنا بنشوفها على الارض معاكم. الحمد لله، يعني هو ده بفضل ربنا وفضل ثقة المتبرعين فينا دايما مع بعض. بنعمل مشروع بنحاول قد ايه ان احنا نطور فيه، وقد ايه ان احنا نغير في الشكل الصدقه نفسها وهي رايحه للناس، ان هي يكون فيها يعني زي ما اتقال طبطبه على قلبه، ان هو يحس ان فعلا الصدقه دي انا بديها له، وهو فرحان ان هو بياخد مساعده ومش حاسس ان انا ولا بتعالى عليه ولا انا بكسر بخاطره ولا انا محسسه ان هي يعني بديها له تفضل مني مثلا. بالظبط كده. لا، احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نشاركه معانا فيها وناخد رايه. طب ايه رايك يعني مثلا المشروع اللي اتكلمنا فيه قبل كده مع حضرتك بتاع الزيتون اللي احنا عملناه جنب الابار، ان هو ايه رايك لو احنا عملنا الزيتون افضل ولا التين؟ طب المحصول هنا لو انت بعته ده هيجيب لك اكتر ولا ده اللي هيجيب لك اكتر؟ فبندخله معانا دايما في مشاركه ان هو يحس ان هو بقى يعني عضو اساسي في التفكير اصلا واليات التنفيذ للمشروع نفسه. فهو بيحس ان هو داخل على الموضوع ده ان هو بقى يعني فرد من افراد المؤسسه، مش فرد بيستفيد من المؤسسه، لا هو بيشارك مع المؤسسه حتى لو تطوع منه ان هو يعمل ده. فدي بتفرق جدا في 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 في, في حياه الاسره دي نفسها. حتى لما بنيجي ناخد معانا متبرعين يستلموا الابار مثلا، فبيقولوا لنا احنا عايزين نقابل الاسر المستفيده. كم الترحاب بقى والدعاء اللي الناس دي بتديها لهم، احساس ان هو بقى يعني جاب حد، انت ساعدتني فانا برحب بيك. وناس بسيطه جدا بس يعني بيبقى ماسكين اتغدى معانا اشرب شاي مش عارف ايه، فبنحس قد ايه البساطه في الناس دي موجوده، وقد ايه الفرحه المتبرع بيعيشها بقى يعني عاشها معانا في اللحظات ان احنا بنتابع معاه تطورات البير، وعاشها هو كمان لما نزل للاسره دي وشاف الفرحه اللي في عينيهم ويقعد يتكلم معاهم. طب البير ده فرق معاكم؟ طب ما توروني انتوا كنتوا بتشربوا منين؟ يعني احنا دايما بنقول ان احنا كنا بنشرب يعني او الناس بتشرب هناك، اقرب بير ليها ممكن يكون من كيلو لاربعة كيلو. فهو ممكن يروح يعيش معاه المعاناه ده، يعني هو خلاص اتبرع بالبير والبير عنده، فهو يقول له طب ما توريني كده، فيمشي معاه المسافه ويرجع تاني يقول لي انا لو اقدر ان انا اتبرع ببير واثنين وثلاثه لاهالينا هنا هعمل ده، لانه عاش المعاناه. لان الناس دايما بتحس ان احنا بنهول الموضوع او ان احنا بنقول اكتر من اللي في ارض الواقع. لا والله فعلا احنا بنقول الناس تعالوا معانا، تعالى انت قبل ما تتبرع لو انت عايز تتبرع ببير تعالى شوف الاول لو انت حابب. احنا بنقولش لا في المؤسسه، مؤسسات كتير جدا ممكن ما تقولش ده، بس احنا بنفضل ده. تعالى بنفسك حضرتك اقعد اتكلم مع الاسره وشوف مكان واثنين وثلاثه وفضل بينهم. لان انا بخلق في المتبرع دلوقتي يا استاذ دعاء ان هو لما يجي يشوف البير هو هيتبرع ببير واحد، بس لما يجي يشوف اهالينا هناك هو بيبدا يعمل لنا دعايه ان هو يدور على الناس اللي هي عايزه تعمل خير ويقول لهم ده انا شفت بعيني الاسر المحتاجه دي، انا شفت بعيني قد ايه معاناتهم، وشفت بعيني ازاي المسافه اللي بيمشوها ان هو يملى جيركن كبير كده في المشقه اصلا، وهو رايح فاضي فالدنيا سهله وهو راجع مليان وتقيل كده، فازاي بيتعب؟ طب لو ست كبيره هتتعب عشان تروح تجيب الميه دي يوميا ولا لا؟ فتفاصيل كتير جدا احنا بنحاول نعيش معانا يعني المتبرع نفسه. دي نقطه. نقطه تانية بقى حابب اتكلم فيها مشروع النخيل، وقف النخيل يعني من ضمن المشاريع اللي احنا بنحب فعلا نتكلم فيها، لان دي احنا فتحنا مجال الخير وفتحنا سنوات التبرع مع بعض. ان انت بمجرد ما تدفع 4000 جنيه تتبرع بيهم بنخله واحده بتعمل بيها تبرع لنفسك على 100 سنه، مدار 100 سنه انت التبرع بتاعك ده ثمراته بتتحط في تبرعات تاني او في صدقات تانية. يعني ايه ده؟ يعني احنا دايما بنقول ان احنا دلوقتي دفعت 4000 جنيه عملت نخله، النخله دي بتديني 250 او 450 كيلو بلح، بقت البلح جالي 8000 جنيه، حطيت ال 8000 جنيه دول في بير ميه في وصله، فكل ده بيبدا يخليه طبعاً. هو متابع معانا او بيشارك معانا في تبرعات وهو قاعد في البيت وهو عمل تبرع واحد جميل. الوقف اللي بقى هو فكرته جميله عشان كده يفضل على طول لما لا نهايه.